السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مو فرونسي، ومرحبا بكل من انضم إلينا جديدا على القناة. وأخيرا عدنا لسلسلة الألف كلمة فرنسية شائعة لنكملها، ذلك تحت طلب العديد من المتابعين لإكمال هذه السلسلة. وكما سبق أن قلت لكم، فإن إعداد هذه الدروس يأخذ من وقتي وجهدي الكثير، لذلك أرجو منكم أن تقوموا كذلك بدوركم ولا تبخلوا علينا بدعم القناة، وذلك عن طريق ترك الإعجاب أي وضع لايك للفيديو وترك تعليقاتكم وأرائكم أسفل الفيديو، ولا بأس من مشاركة الفيديو مع كل من لديه اهتمام بهذه اللغة عن طريق الضغط على زر بارتاجي حتى تعم أكثر الفيديوهات التعليمية على منصة اليوتيوب. لن أطيل عليكم أكثر أصدقائي، هيا لنتعلم 20 كلمة جديدة حتى تضيفوها إلى رصيدكم اللغوي. أتخبي وتعني يقبض على، يقبض على إنسان أو يقبض على حيوان أو على شيء. جي أتخبي لو بالون، قبضت يعني أمسكتها بقوة. J'ai attrapé le ballon. يعني قفزت عليها وأمسكتها. J'ai attrapé le ballon. أمسكت الكرة. نستعملها كذلك لنقول le chat a attrapé la souris. يعني القط قبض على الفأر. ولديها استعمال آخر، وهو عندما نريد أن نقول أصبت بمرض أو أصبت بنزلة برد. أقول J'ai attrapé un coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil. بمعنى أصبت بضربة شمس. أو نستطيع أن نقول J'ai attrapé froid. أصبت بضربة برد أو بالبرد. J'ai attrapé une maladie. أصبت بمرض. لها كذلك هذا المعنى. Auberge. أوبرج وهو مطعم أو فندق يكون في البادية. أن أوتيل و أن ريستورون على كومباني. Je connais une auberge pas loin d'ici. أعرف مطعما أو فندقا ليس بعيدا من هنا. Je connais une auberge pas loin d'ici. ونجد لوبرجين. أوبرجين وهو الباذنجان، ينتمي إلى الخضروات. الباذنجان. أوداس. أوداس. أوداس وهي الشجاعة الكبيرة أو الجرأة. الجرأة. Il manque d'audace. Il manque d'audace. Quelqu'un qui manque d'audace يعني شخص تنقصه الشجاعة أو تنقصه الجرأة. Il manque d'audace. Au-dessous. Au-dessous. وتعني في الأسفل. في الأسفل. Au-dessous. Mets tes bagages au-dessous. Mets tes bagages au-dessous. ضع حقائبك في الأسفل. Mets tes bagages au dessous. Au-dessus. Au-dessus, وهي في الأعلى. وهي عكس au-dessous. Au-dessus, في الأعلى. J'entends quelqu'un qui marche au-dessus. J'entends quelqu'un qui marche au-dessus. أسمع أحدا يتمشى في الأعلى. J'entends quelqu'un qui marche au-dessus. Augmenter. Augmenter. Augmenter وتعني رفع. رفع أو ارتفع. ونستعملها عندما نريد أن نقول رفع الثمن أو رفع الصوت أو رفع السرعة أو مثال هذا. Le prix du pain a augmenté. ثمن الخبز ارتفع. Le prix du pain a augmenté. Auprès de. Auprès de.
وتعني بالقرب من auprès de وتعني بالقرب من كذلك هناك كلمة à côté de je reste auprès de ma fille qui est malade أنا أجلس بالقرب من ابنتي المريضة je reste auprès de ma fille qui est malade aussitôt 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 وتعني حالا أو في الحال tout de suite je l'ai appelé et il est venu aussitôt je l'ai appelé et il est venu aussitôt ناديته وأتى في الحال je l'ai appelé et il est venu aussitôt autant autant وتعني بهذا القدر بهذا القدر أو بهذه الكمية Je n'ai jamais vu autant de monde. Je n'ai jamais vu autant de monde. لم أرى أبدا أناس بهذا القدر أو لم أرى أبدا أناسا بهذه الكمية أو بهذا القدر. هنا le monde نعني به كثرة الناس العدد الكبير من الناس. Je n'ai jamais vu autant de monde. Autorisé. Autorisé. Autorisé وتعني يسمح بشيء. Maman m'a autorisé à regarder la télé dimanche. أمي سمحت لي بأن أشاهد التلفاز يوم الأحد. Maman m'a autorisé à regarder la télé dimanche. Autorité. Autorité. Autorité وهي السلطة. Mon père est gentil avec nous, mais il a aussi de l'autorité. Mon père est gentil avec nous, mais il a aussi de l'autorité. أبي لطيف معنا لكن لديه أيضا السلطة. وهنا نعني بها السلطة الأبوية أي l'autorité parentale. وتكون بمعنى معرفة يعني ضبط الأولاد وجعلهم يطيعون يعني تربيتهم تربية جيدة autoritaire وتعني سلطوي إنسان سلطوي وهي صفة غير حميدة un père autoritaire وهي أب سلطوي أو أب مستبد على عكس المثال السابق un père qui a de l'autorité فهو يعني أب لديه سلطة أبوية يعرف كيف يتعامل مع أبنائه كيف يضبطهم كيف يجعلهم يطيعونه لكن un père autoritaire فهو أب سلطوي ومستبد يعني هنا في هذه الحالة يعني صفة سلبية وليس إيجابية autrefois وتعني سابقا أو في الماضي autrefois on voyageait à pied ou à cheval في الماضي كنا نسافر مشيا أو بالحصان أو على الحصان autrefois on voyageait à pied ou à cheval autrement وتعني بطريقة أخرى أو بشكل آخر tu ne peux pas agir autrement ألا تستطيع أن تتصرف بطريقة أخرى tu ne peux pas agir autrement avaler وهي يبلع أو يبتلع je n'arrive pas à avaler ce médicament لا أستطيع أن أبتلع هذا الدواء. Je n'arrive pas à avaler ce médicament. Avancer وتعني يتقدم. يتقدم إلى الأمام. Il a avancé dans son travail. لقد تقدم في عمله. Il a avancé dans son travail. On a avancé, يعني
progresser, يعني يتقدم, يعني يخطو خطا إلى الأمام, خطا إيجابية. Ma montre avance de 5 minutes. Ma montre avance de 5 minutes. ساعتي تتقدم بخمس دقائق, بمعنى أن الساعة تزيد بخمس دقائق على الوقت العادي. Avance, avance, وتعني تسبيق, وقد نجد لها أيضا معاني أخرى في سياقات أخرى. Il a demandé une avance à son patron. Il a demandé une avance à son patron. طلب تسبيقا من رئيسه, أي في هذه الجملة تسبيق وهو أجرة قبل الوقت, قبل الموعد. Il a demandé une avance à son patron. Merci d'avance. Merci d'avance. شكرا مقدما أو شكرا مسبقا. Avantage. Avantage. Avantage وتعني ميزة. ميزة. Ils ont l'avantage de parler plusieurs langues. لديهم ميزة تكلم العديد من اللغات. يعني يتميزون بهذه الميزة, أي أنهم يتكلمون العديد من اللغات. Ils ont l'avantage de parler plusieurs langues. Avertissement. Avertissement. Avertissement وهو إنذار أو تحذير. Il ne faut pas négliger les avertissements de papa. لا يجب إهمال إنذارات أو تحذيرات أبي. Il ne faut pas négliger les avertissements de papa. Il m'a averti du danger. هنا لدينا le verbe avertir. Il m'a averti du danger. حذرني من الخطر. Il m'a averti du danger. Avouer. Avouer. Avouer وتعني اعترف. Je peux t'avouer quelque chose. Je peux t'avouer quelque chose. يمكنني أن أعترف لك بشيء. Je peux t'avouer quelque chose. مثال آخر. Avoue que c'est toi qui a cassé le jouet. اعترف بأنك أنت الذي كسرت اللعبة. Avoue que c'est toi qui a cassé le jouet. Avoue que c'est toi qui a cassé le jouet. بهذا أصدقائي تكونوا قد تعلمتم 20 كلمة جديدة وأضفتموها إلى رصيدكم المعرفي. هنيئا لكم, وإلى فيديو آخر, ودمتم في رعاية الله.